وخدها شوقي غريب وصلحها لنفسه وطلع بيها خطوه لقدام بقى هو وجون وبمنتهى ثبات الاعصاب وحطها برجله الشمال على شمال زادولي. 1-0 يا شيخ كوت ديفوار. واحد صفر 28 دقيقه من الشوط الثاني ولاعيبه مصر بتهني بعضيها وكل الجمهور اللي هنا في الملعب سعيد جدا بجون اللي جابته مصر. وفعلا كان باين ان احنا واقفين على طول والنهارده بنلعب. في استاد القاهرة هيبقى فريق مصر على يمينك باللون الأخضر وفريق تونس على الشمال باللون الأحمر. ضربة البداية اتلعبت، النتيجة دلوقتي 2-1 لصالح مصر. الكرة رجعت لورا اداها لقدام وصلت لمختار مختار، رجع لمختار مختار دلوقتي الكرة معاه ماشي بيها ماشي اتخبطت في اللي قدامه قدر يباصيها وصلت لعلي خليل. علي خليل بيرقص كرة قدر يمشي منها قدر يمشي بيها مشاها بين رجليه راحت لمختار مختار تاني. مختار مختار ماشي ده الخطيب خدها بكعب رجله دخل جوه جون جون جون. الجون الثالث لمصر النتيجه 3-1. يعدي من جمال وعاوز يشوط عاوز يشوط الخطيب يلعبها ببطن رجله حلوه لخالد جاب الله ولوحده وهيرفع ويلعب كره عرضيه للخطيب حلوه بكعب رجله يحط الكوره على شمال عادل عبد المنعم. هذا مجدي عبد الغني ابراهيم يوسف علاء ميهوب ابراهيم يوسف ثاني لعلاء للخطيب بيلعبها لعلاء بالخطيب يا سلام يا خطيب فاول. شايف انا الخطيب ماسك الكوره هو اللي هيشوط والخطيب مجدي عبد الغني الخطيب شاط يا يعني لعبه واحده اللي كانت بين الثلاث خشبات اللي صدعها ثاني وبيديها الخطيب بكعبه لربيع وربيع بيزور بايده وبيلعبها ورا يلا جول الجول الثاني انتهى الماتش. الجول الثاني زكريا ناصر طويله من ورا الباك ومصطفى عبده بالعرض بقى يلا هوبا الخطيب يا مجدي واحدة كمان والله يا سلام حلوة وأدعت علاء للخطيب يا ناصر الجول الثاني الجول الثاني زكريا ناصر زكريا الجول الثاني يا سلام يا خطيب يا لعيب يا خطيب يا سلام يا زكريا. الجمهور هيتجنن ومعانا أدي انتوا شايفين الناس قد ايه يا ولد علاء هوبا الخطيب بتعب رجله وزكريا هوبا الجول الثاني الدقيقة 32 مشكلة أبدا للقاء العودة يبقى خارج ملعب علاء الخطيب يا ناصر الجول الثاني الجول الثاني زكريا ناصر زكريا الجول الثاني يا سلام يا خطيب. شوف الجماهير وجمالها عالم الزمالك وعالم الاهلي والمحبه والطباع الجميله والاخلاقيات الحلوه والكره الجميله كل حاجه يا رب تعود. كره بصراحه دلوقتي مودرن وجميله جدا الكوره بس ناقص المشهد ده المشهد ده ناقص.
خطيب وطاهر ابو زيد ده كان نجم من نجوم اخر دوره في ساحل العاج والهداف بتاعها وخد جزمه ذهبيه. على يمينك فريق مصر القومي وعلى شمالك فريق السنغال والحكام. وابتدا الماتش. لاعب من مصر بره طاهر ابو زيد، اللعبه اللي دخل فيه جامد، طلع بره على اثرها لسه بيتعالج ان شاء الله ينزل. احنا لسه باقي 25 دقيقه على انتهاء المباراه والنتيجه 0-0، وطاهر نجم من نجومنا اللي بنعتمد عليهم، وانت شفت الصواريخ اللي بيلعبها وكره جوال. انا بتملي بقول الكره معاهم وخطره جدا، خطره خطره جول، خطره جول، خطره جول بدماغه. الاوفر بتتلعب وحطها بدماغه. واحد صفر للسنغال. نمرة اهو هنشوفها تاني. شوف اهي بدماغه اهي جوه الجول. واحد صفر للسنغال في الدقيقة 22. السنغال 1-0 في الدقيقة 22. وينقل كل ده يضيع الثواني، والحكم بيبص في ساعته. انا شايف انه بيبص لساعته، وبتنتهي المباراة بفوز السنغال 1-0، والجول جاء في الدقيقة 22. بكده يبقى السنغال خدت نقطتين في المجموعة الاولى، ومصر 0 لغاية دلوقتي، وموزمبيق وساحل العاج هتبدأ بعد المباراة دي. موزمبيق سيداتي آنساتي سادتي، بهذا ينتهي العرض الأول لبطولة افتتاح أفريقيا، والنتيجة في صالح السنغال 1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين الفرقتين لعبوا كل فرقة مباراة. مصر لعبت مع السنغال وفازت عليها السنغال 1-0، وكوت ديفوار اللي هي الساحل العاج كسبت موزمبيق 3-0. النهارده المباراة الثانية لكل فرقة، وكل فرقة داخلة هذه المباراة وليها. ساحل العاج لعبت مباراة ليها 3 أهداف ومعليهاش حاجة وليها نقطتين، أما مصر لعبت مباراة واحدة وما جابتش حاجة وعليها هدف وما جالهاش أي رؤى. ده جولي خسارة الكرة اللي فاتت دي أوي، خسارة الكرة اللي فاتت أوي. لعبة طويلة ربيع جمال عبد الحميد وماشي جمال بيستنى ورا بيلعبها شوقي غريب. شوقي ماشي ماشي شوقي بيلعبها لمصطفى عبده بتعدي وخليه بيلعبها شوقي غريب. هو جول هو جول كل الجمهور اللي هنا في الملعب سعيد جدا بجول جابته مصر.
وفعلا كان باين ان احنا واقفين على طول. والنهارده بنلعب احسن، النهارده بنلعب احسن كتير قوي، من اول دقيقه ضاغطين وبنلعب دفاع ضاغط وهجوم ضاغط. و الحمد لله جه الجون بعد ضغط مستميت. ولازم نخلي بالهم برضو لسه حوالي لسه 28 دقيقة على 17 دقيقة، لازم نخلي بالنا. لعبة الكرة على طول داوي الجاكيت، الجاكيت يلعبها لإيميل، إيميل بيلعبها تيجي للخطيب، يلم الكورة الخطيب وإيميل ياخدها منه. لعبة الكرة على طول، الحكم كل كرة تلعبوا. ثابت البطل الفريق المصري علي شحاته، حماده صدقي، محمد عمر، ربيع ياسين، اشرف قاسم، مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، مصطفى عبده، محمود الخطيب، الاحتياطي شوبير، رمزي علاء ميهوب، محمد حازم، وفي الخامس هقول لكم عليه محمد حازم وطارق يحيى، علاء ميهوب، احمد رمزي، احمد شوبير. الحكم مصر لابسه الابيض، وعلى شمالك والمغرب لابسه الاحمر وعلى يمينك، وهنبدا المباراه ان شاء الله. الملعب مليان 100,000، وسفاي بيبص في ساعته، وقطعا كل واحد بيامل انه يكسب عشان يلاعب الكاميرون يوم الجمعه في النهائي. واللي ما يسعدوش الحظ، ادي طبعا الزاكي، خليفه، لمريس، بياز، بو يحياوي، ظلمي، فضلي، عزيز، بودر، بلد، عزيز، بن 10، سليماني، كريم، وخيري. سيبها برا اوت، العبها اوام، العبها اوام، العبها اوام. هوبا بقى، هوبا بقى، صاروخ من خطير، صاروخ من خطير، صاروخ مصطفى عبده الدهال، وصاروخ من خطيب الزكي. برافو يا خطيب. النهارده عيد الام، وكل سنه وانتم طيبين. مصطفى عبده يرفع العلم، الكاس، علم الدوله، كاس الامم الافريقيه، ومعاه الخطيب.